صرف الميك اب 600 دينار تقريبا. الاسعار غاليه ما في رحمه، الاسعار كلها قطار. تقريبا حول 2000 ريال. كم تصرفين في الويكند؟ يعني 40 بيدي 40 بيدي شو زي هيك. واكثر شيء على الاكل واللبس. تقريبا في الويكند اصرف حوالي 50 دينار 60 دينار. اكثر المصروفات تكون على العاب الاطفال، على المقاهي، المطاعم، يعني اكثر صرفية تكون على هذه. تختلف طبعا من ويكند لويكند، هذا مرات في تسوق، مرات ما في تسوق. تقريبا حول 2000 ريال تقريبا. على شنو اكثر شيء؟ ممكن شوبينج، ملابس وهيك. يس، لان انا عندي بنتين، سو اوقات بشتري لهم كثير يعني، فما بقدر اني افوت على محل وما اشتري لهم حتى لو مش محتاجه شيء. مطاعم فاست فود، ما فاست فود، مشويات، عيوش، هاي الشغله. ازيد شيء مريم خسرت مني فيها. مريم بنتي الوحيده هاي، بنوا لهم بيوت بنايات من ورا المطاعم. عاد تكلف واجد الحين، كل الاسعار غاليه ما في رحمه. الاسعار كلها قطار. والله الويكند حدود 2000 ريال سعودي. صرف الميك اب 600 دينار تقريبا هالحدود.